أصدقاء ده الأستاذ زكي كمان اليوم عزمناه، صديق للحقيقة، صديق فن عميق، هو أستاذ جوزيف إشكانيون يلي كلنا بنعرفه. أهلا وسهلا بالأستاذ جوزيف إشكانيون يلي هو عازف الجيتار وبروفيسور بالكونسيرفاتوار وبروفيسور كمان غير الكونسيرفاتوار وإلى آخره. أستاذ جوزيف، صداقتك مع الأستاذ زكي جاي من زمان؟ شي 15 سنة تقريبا. أيوة. طبعا اول شيء هي صداقة انسانية، لانه استاذ زكي قبل ما يكون فنان انسان كتير، يعني عنده قلب كبير وضميره كبير كمان ذات الوقت، بعدين بيشجع كل شيء فيه فنانين. بقدر اقول انه ساعدني كتير لما ألفت كتاب جديد عن المنهج الجيتار، ساعدنا فيها كتير ونور لي والنصائح اللي اعطاني يعني صراحة فادوني كتير. ومن عدا هذا استاذ زكي هو البي كل شيء فيه فنانين بلبنان يعني. نعم. وحضرتك بعدك عم بتمارس اكيد عطول عطول انا دايما استاذ الجيتار، دايما بقول لحالي انه ما بعرف شيء، كل يوم بتعلم جديد، لانه الانسان ما بيديله انا صرت كامل وبعرف، لا هيدي مش موجودة بالحياة الفنية. طيب انا بدي برهم للجمهور انه كامل حضرتك، وبدنا نطلب منك انه تسمعنا شيء معزوفة على الجيتار. شو بدك تسمعنا؟ حعزف لحن سيرينا الاسبانيول. سيرينا الاسبانيول.